السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، معكم الدكتور عبد العزيز حسين. هنبدأ أو هنتكلم مع بعض النهاردة إن شاء الله على أنواع الممبرين بوتنشالز بالنسبة للنيورون، وهنتكلم على حاجة سبيسيفيك اللي هو بيسموها ريستنج ممبرين بوتنشال، وهنتكلم على التفاصيل أحد أنواع الممبرين بوتنشال أو النيورون الممبرين بوتنشالز، وهنتكلم سبيسيفيكلي على ريستنج ممبرين بوتنشال. تعالوا نشوف عناصر المحاضرة بتاعتنا النهاردة إزاي. أنا بتكلم على حاجة اسمها الممبرين بوتنشالز في النيورونز، يبقى لازم نتعرف على ايه هي السيلز الموجوده في النيرفوس سيستم بتاعنا او في الجهاز العصبي بتاعي، اللي هي تشمل نوعين اتنين من الخلايا النيوروجلايال سيلز. هنتعرف على انواعها ونتعرف على وظيفه كل واحده منهم. الخليه الثانيه اللي هي النيورون او بيسموها النيرف سيل، اللي هي الخليه العصبيه، هنعرف تعريفها يعني ايه وتركيبها عباره عن ايه وانواعها، ومش بس كده هنعرف يعني مصطلح النيرف فايبر والخصائص بتاعته. هنتكلم على انواع الممبرين بوتنشلز في النيورونز، وهنقول مكان كل مين كل ممبرين بوتنشال موجود في انهي جزء من النيورون، وهنتكلم سبيسيفيكلي زي ما قلت لكم في بدايه المحاضره على الريستنج ممبرين بوتنشال او الار ام بي تعريفا والكالكوليشن بتاعته وبنقيسه ازاي، وهكذا. هنتكلم على اخر نقطه عندنا اللي هي اسباب الريستنج ممبرين بوتنشال. تعالوا نبدا مع بعض كده ماشي، ونتعرف على الجهاز العصبي بتاعنا او النيرفوس سيستم، اللي هو كنا قلنا عليه ان هو يعتبر الميجور ريجولاتوري او كنترول سيستم الموجود في جسمنا. يعني هو سيستم ما في الاساس عباره عن سيستم تنظيمي. يعني تنظيمي ده بيتكون من جزئين، او النيرفوس سيستم بيتكون من جزئين: سنترال نيرفوس سيستم السي ان اس والبي ان سوري البرين والسباينال كورد، وعندنا الجزء الثاني اللي هو البريفرال اللي هو يمثل الكرينال نيرف والسباينال نيرف، والكلام ده اتكلمنا عليه كتير، ان عندنا 12 بير من الكرينال نيرف و31 بير من السباينال نيرفز. قبل ما نيجي نخش في انواع السيلز الموجوده في النيرفوس سيستم ووظيفه كل خليه منهم، تعالوا بس نتكلم على النيرفوس سيستم بتاعي كريجولاتوري سيستم او كسيستم تنظيمي، هو بيشتغل ازاي، او هاو اور نيرفوس سيستم داز ورك. باختصار النيرفوس سيستم بيقول لك ان هو ريجولاتوري سيستم، يعني بينظم وظائف جسم الانسان المختلفه. هينظمها بناء على معلومات انفورميشنز، الانفورميشنز دي اللي هيعمل ديتكشن للانفورميشن دي هو استراكشر موجود في بدايه اللي بيسموه السنسوري ديفيجن، اللي هو القسم الحسي الموجود في البريفرال نيرفوس سيستم، بيسموه عندنا ريسبتورز. ودور الريسبتورز المستقبلات يا شباب هي ديتكت اي تشينج، اي تغيير في الانترنال انفايرمنت او الاكسترنال انفايرمنت، في البيئه الداخليه او البيئه الخارجيه. بيئه خارجيه يعني مثلا درجه حراره الجو زادت، درجه حراره الجو قلت، تشينج في الانترنال انفايرمنت، مستوى الاكسجين قل عندك في الدم، مستوى ثاني اكسيد الكربون زاد في الدم، او مستوى الجلوكوز زاد في الدم او قل في الدم. تمام. طيب الريسبتورز دي كام مجموعه؟ ثلاث مجموعات اساسيين، في حاجات مرتبطه بالسوماتيك سنسيشنز بالسوما بالسطح بتاع الجسم، وفي حاجات مرتبطه بسبيشال اورجانز اللي بيسموها سبيشال سنس ايه اورجانز، وفي حاجات مرتبطه بالفيسرا او بالاحشاء. فكل واحد له وظيفه وبيديتكت حاجات معينه. بتاع السوماتيك سنسوري ريسبتورز دي بتشوف او بتبقى مسؤوله عن استقبال حواس كتيره جدا زي التاتش والبين والبريشر واللي هو التمبريتشر وهكذا. السبيشال سنس بيبقى مسؤول عن السميل والفيجن، زي مثلا عندنا السميل والفيجن وزي التيست والسميل. كل دول مع او اي ريسبتور من دول لما تبقى ستيموليتد المفترض بتبعت انفورميشن بتاعتها اللي بتنقل عن طريق السنسوري ديفيجن بتاعت البريفرال نيرفوس سيستم عشان توصل لمين؟ توصل للسي ان اس. لما توصل للسي ان اس بالنسبه لنا، لما توصل للسي ان اس المفترض السي ان اس اللي هو البرين والسباينال كورد بينتجريت الانفورميشنز. ما معنى كلمه انتجريت الانفورميشنز؟ بيبتدي ينسق المعلومه اللي داخلاله. المعلومه اللي داخلاله ده عباره عن ايه؟ عشان يبتدي يطلع الريسبونس المناسبه، عشان يبتدي يطلع مين؟ الريسبونس المناسبه. معنى الكلام ده ايه؟ او بمعنى الكلام ده ايه؟ انا دلوقتي مثلا ايه شفت صورة مثلا انا في اتنين اشخاص، واحد بحبه والتاني بكرهه زي ما بيقولوا كان. اللي بحبه معاه انا شفته، او حتى اللي بكرهه انا شفته، الاتنين عبارة عن زي ما بيقولوا كده نشطوا الفيجوال ريسبتورز اللي هي مستقبلات الابصار الموجوده عندي في العين، فبعتت انفورميشن للسي ان اس. السي ان اس قال لك ده في صورة انسان انا بحبه وصورة انسان انا بكرهه. تمام. السي ان اس بقى البرين بتاعك او السباينال كورد بتاعك بيبتدي يبروسيس انفورميشنز، بيبتدي يتعامل مع المعلومات عشان يعمل لها انتجريشن ويعمل لها ديستريبيوشن جوه السي ان اس، ويبتدي يحفز المراكز اللي هتبقى مسؤوله عن كل مين؟ عن كل رياكشن او كل ريسبونس او كل رد فعل زي ما بيقولوا. بمعنى
انا مثلا احساسي للانسان اللي انا بحبه معاه ان انا بحس معاه بالسعاده، والتاني بحس معاه بالضيق او بالزعل او بالغضب، يعني اللي بيسموها بليجرابل فيلينج وان بليجرابل فيلينج. مين اللي خلاك تحس بالبليجرابل فيلينج ومين اللي خلاك تحس بالان بليجرابل فيلينج؟ هو ان الايه، ان المعلومات دي وصلت لسنترز معينه خاصه بالبليجر والتانيه خاصه باللي هو الان بليجر فيلينج زي ما بيسموه شعور. مش بس كده، بتبتدي تبعت للموتور ديفيجن بتاعه البريفرال نيرفس سيستم اللي بيوصل للاورجنز بتاعتي يا اما عن طريق السوماتيك يا اما عن طريق مين، الاوتونوميك. السوماتيك بيروح للسكيتال ماسل، والاوتونوميك بيروح بقى للسموث ماسل والكاردياك ماسل والجلاند. اوكي، وهناك بيبتدي يظبط الريسبونس بتاعتي. انا الاولاني معاه لو شفت صورته انا ببتدي ايه اللي هو انا بحبه، ببتدي اجري عليه واحضنه وابوسه وهكذا، والتاني العكس ببتدي مثلا عايز اضربه او عايز اتخانق معاه وهكذا. ده بالنسبه لك ازاي الجهاز العصبي بتاعك يعني بيشتغل. بمعنى الجهاز العصبي بتاعك بيشتغل بناء على معلومات جايله من الريسبتورز، المعلومات دي بتوصل للسي ان اس بتاعك عن طريق السنسوري ديفيجن، ويبتدي يحصل انتجريشن او بروسيسنج المعلومات جوه السي ان اس، بعد كده يطلع الريسبونس المناسبه وتوصل للافكتور اورجانز عن طريق الموتور ديفيجن الموجود في البريفرال مين، في البريفرال نيرفس سيستم، وتوصل للافكتور اورجان اللي بتنفذ. والافكتور اورجان اللي بتنفذ عندك السكيليتال ماسل في السوماتيك، وعندك السموث والكاردياك والجلاند والادبوس تيشو بالنسبه لمين، بالنسبه للاوتونوميك نيرفس سيستم. طب تعالوا نتكلم بقى ونخش بشويه تفاصيل يا شباب على هي الخلايا الموجوده عندك في الجهاز العصبي كام خليه. احنا قلنا من شويه هم خليتين، النيرف سيل او النيورون، ودي الخليه الاساسيه، ودي تعتبر الاستراكشرال يونت اوف ذا نيرفس سيستم او الوحده التركيبيه بالنسبه للجهاز العصبي، والعدد بتاعتها تقريبا حوالي 100 مليار او 100 بليون نيورونز. النيوروجلايل سيلز دي خليه تانية دورها البروتكشن ودورها السبورت، ودي عددها تقريبا ما بين 10 الى 15 ضعف عدد مين، النيورونز الموجوده عندنا. فدي بالنسبه لي اللي هي السيلز الموجوده في النيرفس سيستم. تعالى نتكلم على تفاصيلها ونشوف. هبدأ بالنيوروجلايل سيلز، أنواع والوظائف بتاعت كل نوع من الخلايا دي. النيوروجلايل سيلز يا شباب هي طبعا واخدة اسمها من كلمة نيورو يعني نيورون، وجلايا جلايل جاي من كلمة اسمها جلو، وجلو يعني سم، يعني دي بتخليها بتكونكت وبتسبورت النيورونز توجذر، بتدعم وبتوصل والنيورونز مع بعضها. عددهم زي ما قلنا حوالي 10 أضعاف أو 50 ضعف عدد مين، النيورونز. مش بس كده، النقطة المهمة جدا يا شباب عندنا ان الخلايا دي منتشرة في السي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي، او في البي ان اس اللي هو البريفرال نيرفس سيستم. في السي ان اس او النيوروجلايل سيلز الموجودة في السي ان اس اربع انواع: استروسايتس واوليجودندروسايتس ومايكروجلاي وابن دايمان سيلز. على مستوى البريفرال نيرفس سيستم عندك في ساتلايت سيلز وعندك مين شوان سيلز، يبقى في اربع انواع موجودين في السي ان اس ونوعين موجودين في البي ان اس. تمام، كل واحد منهم له وظيفه، كل واحد منهم له وظيفه. لو جينا الابن دايمن سيلز مع دورها ان هي بتكرييت وبتسيركوليت فلويد جوه البرين، حاجه اسمها سيريبروسباينال فلويد. المايكروجلايا دورها الاميونيتي، بيسموه الاميون سيرفرنس او عمليه اسمها الفاجوسايتوزس. الاوليجودندروسايتس في السي ان اس او حتى شوان سيلز في البي ان اس، الاثنين مسؤولين عن تكوين او الفورميشن بتاعه المايلين شيز حوالين مين، حوالين الاكسون. بالإضافة لشوان سيلز لها دور هنتكلم عليه كمان شوية، لها دور في البريفرال إن هي مسؤولة عن الريجنريشن بتاعت الأكسون في البريفرال نيرفس سيستم. بالنسبة للأستروسايتس اللي هي الخلايا النجمية أو ساتلايت سيلز، دورها إن هي بتريموف الإكسس نيورو ترانسميترز الموجودة في حوالين النيورونز، وعشان كده بتمنتين الإكسترا سيلولار إنفايرمنت. بالإضافة لإن هي بتبقى مسؤولة عن الدايركشن بتاعت الجروث بتاعت النيورونز. والأستروسايتس بتبقى مرتبطة في السي إن إس بالبلاد فيزلز، وبتعمل بارير ما بين البلاد الموجود في البلاد فيزلز والنيورونز، بيسموه بلاد برين بارير، بيسموه بلاد برين بارير. ده باختصار أنواع النيوروجلايل سيلز يا شباب والفانكشنز بتاعت كل خلية منهم. تعالى نتكلم سبيسيفيك بقى على الخلية الأساسية بتاعتنا يا شباب اللي هي عبارة عن النيرف سيل أو النيورون. لسه قايلين من شوية نيورونز they are the structural units of the nervous system، الوحدات التركيبية بالنسبة للجهاز العصبي بتاعنا. زي ما قلنا إن هم 10 بليون يعني 100 بليون يعني معناها 100 مليار يعني معناها 100 في 10 أس 9 تقريبا، ده عددها. بتتركب من إيه النيورونز؟ طبعا بيتكون من أربع أجزاء أساسية اللي هو اللي بيسموه عندنا الجزء الاولاني اللي هو عباره عن سيل بادي او اسمه السوما، اسمه سيل بادي او اسمه السوما.
السومه دي طبعا بتكنترول الميتابوليك اكتيفيتي بتاعت النيورون، بتحتوي على نواه وفيها كل الاورجانيز التانيه، الميتوكوندريا والريبوزومز وحاجه اسمها نيزلز بوديز والنيورو فايبرل والنيورو فيلامنت، ومفيش فيها بس ايه سنتروزومز. ليه مفيش فيها سنتروزومز؟ عدم وجود السنتروزومز فيها بيخلي قدره النيرف سيلز او النيورونز ان هي تفقد الباور بتاع الديفيجنز بتاعتها. طيب الحاجه التانيه الاكسون. الاكسون بالنسبه لنا يا شباب، اللي هو الاكسون ده، الاكسون بالنسبه لنا معاه بيبقى كفرد بتو شيسز، بحاجه اسمها مايلين شيس وحاجه اسمها شوين شيس معاه، وبتبدا من السيل بودي بحاجه بيسموها ايه، بيسموها الاكسون هيلوك او الـ الانيشال سيجمنتين. الاكسون بيبقى كفرد ب زي ما قلنا من شويه بتو شيسز، مايلين شيس وشوين شيس، هنتكلم عليهم كمان شويه. الجزء الثاني الاكسون عباره عن سنجل لونج بروسيس، يعني بروسيس واحد وطويل، لكن بالنسبه ليه في بروسيس ثانيه ممكن تطلع اسمها دندرايتس، والدندرايتس دي بتبقى شورت ومالتيبل مين بروسيس، شورت مالتيبل يعني تبقى قصيره وكتيره. بيبقى في حاجه اسمها بري سينابتيك تيرمينالز، ما معنى كلمه بري سينابتيك تيرمينالز؟ تبقى في نهايات موجوده خاصه بالاكسون اسمها اكسونال تيرمينال او بيسموها تيرمينال بوتونز، ده اللي بيبقى فيها نيورو ترانسميترز او النقل الكيميائي عشان تنقله يتنقل للنيرون اللي بعد كده او الخليه اللي بعد كده عشان يديني الاكشن بتاعه. فده باختصار تركيب النيرف سيل او النيورونز. تعال نتكلم على الاكسونال شيسز، الاغلفه الموجوده حوالين الاكسون. اللي باللون البني ده يا جماعه اللي في النص ده عباره عن مين؟ الاكسون. الاكسون ده بيبقى كفرد بتو شيسز، اللي في النص كده ده اسمه المايلين شيس، والخليه بتاعتي دي بيسموها شوان شيس او شوان سيلز. المايلين شيس عباره عن ماده ليبيد ريتش سابستنس، ماده مليانه دهون، بتسراوند الاكسون وبتشتغل كالكتريك انسوليتور. الكتريك انسوليتور يعني بتشتغل كعازل كهربائي، يعني بتعزل الاكسون، بمعنى ان هي بتمنع مرور اي الكتريك كارنت على الاكسون، تمام؟ وبتخلي طبعا هي مش المايلين شيس مش بينفولب كل الاكسون، في حتت نوت انفولبد بيه او لا تغطى بيه المايلين شيس. النودز فرام في عقد رام في بالاضافه للاكسون المين تيرمينال، دول اماكن مفيش فيها مين، مفيش فيها مايلين شيس. النودز فرام في هتلاقيها واحده كل تقريبا من 1/10 الى 1 مليمتر تقريبا، وهو ده اللي بيحصل فيه ما يسمى بالنيرف امبلس او النبضه الايه، النبضه العصبيه. الجزء الثاني او الشيس الثاني اللي هي الخليه اللي الخارجيه، عشان كده بيسموها النيورو ليمال سيلز او اسمها نيورو ليمال شيس او اسمها شوان شيس، وده عباره عن لايف سيلز، لايف سيلز اسمها نيورو ليمال سيلز. دي مسؤوله عن وظيفتين، ريجينريشن بتاعت النيرف فايبر في البريفرال بالاضافه للفورميشن بتاعت المايلين شيس في البريفرال. مسؤولة عن حاجتين، بتكون المايلين شيس في البريفرال نيرفس سيستم، مسؤولة عن الريجينيريشن بتاعت النيرف فايبر في البريفرال نيرفس سيستم، تمام؟ يعني هي اللي بتكون. وعدم وجودها في السي ان اس، لان هي موجوده في البي ان اس بس يا جماعه، عدم وجودها في السي ان اس بيخلي ان لو حصل نيرف فايبر او الياف عصبيه اتقطعت ما بيحصلهاش ريجينيريشن في مين، ما بيحصلهاش ريجينيريشن في الايه، في السي ان اس. تعالى نتكلم عن الاكسونال تيرمينال. الاكسونال تيرمينال طبعا اللي نهايه الاكسون بتعمل اتصال مع حاجه من ثلاثه، يا اما دندرايتس واكسونز، دندرايتس او سوما بتاعت انذر نيورونز بيسموها نيورو نيورال جونكشن او بيسموها ساينابس، يا اما تعمل مع ماسل فايبر بيسموها نيورو ماسكولار فايبرز او اسمها نيورو ماسكولار جونكشن، يا اما تعمل مع جلاند اسمها سيكريتور جلاند بيسموها نيورو ابيثيليال جونكشن او بيسموها نيورو جلاندولار جونكشن، ده اسمها نيورو ابيثيليال جونكشن او اسمها نيورو جلاندولار جونكشن. طب تعالى نتكلم على انواع النيورونز. انواع النيورونز بالنسبه لنا النيورونز ممكن نقسمها بطريقتين. احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات بالنسبه للنيورون يا شباب، معذره، احنا اتكلمنا على ثلاث حاجات في النيورونز. اول جزء اللي هو تعريف النيورون، الجزء الثاني اتكلمنا عليه على عدد النيورونز، الجزء الثالث اجزاء النيورون، ويمكن اتكلمنا على شويه تفاصيل في الاكسون والاكسونال شيسز، واتكلمنا كمان على الاكسونال مين، الاكسونال تيرمينال. طب تعالوا بعد اذنكم نتكلم على نقطه رقم 4 بالنسبه للنيورون، انواع النيورونز ممكن اقسمها فيسيولوجيكالي او هيستولوجيكالي. فيسيولوجيكالي طبعا ده صوره بتبين ان النيورون، في نيورون بياخد السيجنال من الريسبتور يوديها للسي ان اس بيسموه سنسور نيورون،
وفي نيورون اللي هو باللون الاسمر قدامنا بياخد من السينس يوديها للاورجن بيسموه موتور نيورون. يبقى انت عندك بيقسمها سنسوري وموتور، واللي بينهم جوه السي ان اس بيسموه مين؟ انتر نيورون، او بيسموها اعصاب بينيه. تاني يبقى كام فيسيولوجيكالي؟ انا بقسمهم من سنسوري وانتر وموتور نيورون. ده بالنسبه للتقسيم الفيسيولوجي حسب وظيفه كل واحد منهم، هل هو وظيفته حسيه ولا وظيفته معاه حركيه ولا وظيفته تنسيقيه اللي بيسموه انتر نيورون، اللي بيسموه لو انتجريتيف او اسوشيتيف فانكشنز. في المقابل في هيستولوجيكالي بنقسمها بطريقه تانية، حسب هو السيل بادي بتاعتك او السومة بتاعتك طالع منها بروسيس واحد ولا اكتر. لو طالع منها بروسيس واحد ومنقسم لبريفرال وسنترال برانش بيسموه يونيبولر، وده في الغالب سنسوري نيورون. او باي بولر سيلز طالع منها اتنين بروسيس اهو فبيسموها باي بولر مين سيلز، زي الانتر نيورون ده في الغالب بيبقى باي بولر. او يكون مالتي بولر. مالتي بولر يعني بيبقى عبارة عن طالع منه اكزون وطالع منه ايه شورت مالتيبل بروسيس بيسموها دندرايتس، فده في الغالب بيبقى الموتو ايه ده في الغالب بيبقى موتو نيورونز. يبقى هيستولوجيكالي انا بقسمها الى باي بولر ويونيبولر ومالتي بولر وايه مالتي بولر. طب تعالى نتكلم على مصطلح مهم جدا يا شباب اسمه نيرف ترانك ونيرف فايبر. النيرف ترانك هو اللي قدامك في الرسمه دي اسمه سباينال نيرف، ده اللي بيسموه نيرف او نيرف ترانك. اي نيرف ترانك عندك لو كبرناه زي ما انت شايف في الصوره كده بيتكون من الاف من النيرف فايبرز. النيرف فايبر عباره عن الاكسون، عباره عن مين الاكسون بالاضافه الى الماينين شيس اللي حواليه والسيلز الموجوده حواليه. يعني النيرف فايبر عباره عن اكسون مع الماينين والشوان سيلز الموجوده حواليه. ده بالنسبه من مصطلح كلمه نيرف فايبر، ده مصطلح كلمة نيرف فايبر. نيرف فايبر ده هو مع ده مع ده مع ده مع ده بيعملوا بندل او فاسيكل، والفاسيكل دي مع دي مع دي مع دي مع دي كل دول بيعملوا مين النيرف ترانك بتاعنا. في ثلاث انواع من الكونكتيف تيشو اللي هي الانسجة الدعامية الموجودة في النيرف زي الابنيوريوم، ده بيسراوند مع الابنيوريوم ده بيسراوند كل نيرف ايه النيرف فايبر. يعني الكونكتيف تيشو اللي بيسراوند اللي هو الفاسيكل او البندل بيسموه بيرينيوريوم، والكونكتيف تيشو اللي بيحيط بالنيرف فايبر الواحد بس بيسموه اندونيوريوم. الكلام ده تاخدوه في الهيستولوجي. يبقى انا عايز كل اللي تعرفه ان مصطلح النيرف فايبر هو عباره عن الاكسون بالاضافه للشيسز اللي بتبقى حوالين مين حوالين اللي هو الاكسون ده. الوظيفه الوحيده باعتبار ان هو ده اكسون خلاص للنيرف فايبر هو توصيل النيرف امبلس، وحسب بقى يا اما يكون سنسور النيرف فايبر يا اما يكون موتور. لو كان سنسور هينقله منين لمنين؟ هينقله من الريسبتور للسي ان اس، لو كان موتور هينقله من السي ان اس للاورجان. يعني النيرف فايبرز تلات انواع يا شباب. النيرف فايبرز كام نوع؟ تلات انواع. بنقول تاني يا شباب معايا ان انا انواع النيرف فايبرز تلات انواع، الاي والبي والسي، حسب عده حاجات. اول حاجه المايلينيشن بتاعه بيبقى الاي بيبقى ثيك مايلينيتد، يعني مايلينيتد يعني حواليه مايلين شيز بس بيبقى المايلين شيز بتاعه ثيك شويه، والبي بيبقى ثين مايلينيتد بيبقى مايلين بس طبقه خفيفه، والسي ده بيبقى ان مايلينيتد خالص. الحاجه الثانيه الدايمتر القطر بتاعه. بالنسبه للاي بيبقى القطر بتاعه من 2 ل 20 مايكرون، بالنسبه للبي بيبقى من 1 ل 3 مايكرون، بالنسبه للسي من نص ل 1 مايكرون. السبيد سرعه توصيل النبضه، طبيعي المايلين شيس هو صحيح بيشتغل كالكترو انسليتور عشان يزود السبيد اوف كوندكشن بيخليها من 10 الى 120 متر في الثانيه، عكس البي بيبقى من 3 ل 15 متر في الثانيه، وبالنسبه للسي بيبقى من نص ل 2 متر في الثانيه. بالنسبه للاي منه انواع كتيره، لان زي ما انت شايف كده او زي ما انتم شايفين يا شباب الرينج بتاعنا يعني من 10 ل 120 او من 2 ل 20 ده رينج كبير. ففي اربع انواع الفا وبيتا وجاما ودلتا حسب السمك بتاعه او حسب درجه السمكه بتاعته. طب ده بنلاقيه فين وده موجود فين؟ الاي بيبقى موجود في الاوتونوميك سوري موجود في السوماتيك اسف معذره سنسوري او موتور. يعني الاي ده سوماتيك سنسوري وموتور. موتور رايح للسكيليتال ماسل او سنسوري رايح يشيل السنسيشنز من السكن اسمها كوتينيوس سنسيشنز او من ستراكشرز تحت السكن بيسموها ديب سنسيشن. البي بيبقى اوتونوميك بري جانجليونيك، والسي بيبقى اوتونوميك بوست جانجليونيك، بالاضافه الى سوماتيك سنسوري بيشيل حاجه اسمها سلو بين او بيشيل حاجه اسمها ديليد بين سنسيشنز. فدي انواع النير فايبرز بالنسبه لنا. يبقى احنا اتكلمنا على يعني ايه كلمه نيرف فايبر، هو عباره عن الاكسون بالاضافه للكفرنج شيسز الموجود حواليه. طب كام نوع النيرف فايبر يا جماعه؟ ثلاث انواع الاي والبي والسي.
في اختلافات بينهم، في اختلافات بينهم ايه والكلام ده كله. طيب ايه وظيفة النيرف فايبر؟ هي توصيل النيرف امبلس، وحسب لو سنسوري من كذا لكذا، لو موتور من كذا لكذا. طب ما هي خصائص النيرف فايبر بقى؟ خصائص النيرف فايبر يعني ايه البروباريتيز بتاعتك؟ البروباريتيز بتاعت النيرف فايبر عندك اتنين بروباريتي، اكزايتابيلتي و كوندكتيفيتي. ما معنى كلمة اكزايتابيلتي؟ اكزايتابيلتي معناها قدرة النيرف فايبر ان هو يستجيب لمؤثر، الابيليتي تو ريسبوند تو ستيمولاي. يعني لو عملت له اثارة، عملت له ستيمولايشن، هيديك ريسبونس، هيديك مين ريسبونس. الكوندكتيفيتي معناها الابيليتي بتاعت النيرف فايبر تو كوندكت الامبلس فروم وان سايد تو انذر، ان يوصل النبضة من مكان لمين؟ للتاني. طيب تعالى نشوف طبيعة الاكزايتابيلتي عاملة ازاي، والكوندكتيفيتي دي هنتكلم عليها في المحاضرات اللي جاية ان شاء الله باذن الله. بيقول لي ان وضع النيرف فايبر او الالياف العصبيه او الاكسون بتاعك ان بيبقى فيه بوست في تشارج في الريستنج، وده الريستنج بيبقى فيه بوست في تشارج اوت ونيجاتيف تشارج ان، ده اسمه ريستنج من بريم بوتنشال. اسمه ايه؟ ريستنج من بريم بوتنشال، او بيسموها بولاريزيشن ستيت او حاله استقطاب. لو انت عملت اثاره او ستيموليشن، الاستقطاب ده بيتقلب، بيسموه دي بولاريزيشن او بيسموه اكشن مين بوتنشال. يبقى الاكسايتابيلتي باختصار هي ظاهره كهرو حيوية بايو الكتريك فينومينا، ان ويتش النيرف فايبر بيرسبوند للاستيمولاي بحاجه اسمها رابيد تشينج، تغيير سريع في وضع اسمه وضع ريستنج من بريم بوتنشال، والتغيير السريع ده بيسموه اكشن بوتنشال. وطبعا هما يسموه اكشن بوتنشال لان بيبقى كوندكتد الونج النيرف فايبر عشان يوصل للتيرمينال انز بتاعتك ويديك الاكشن بتاعك. يبقى ده بالنسبه لنا طبيعه الاكسايتابيلتي في النيرف. يعني زي ما بيقولوا كده الاكسايتابيلتي بتاعت المسل او الريسبونس في المسل ميكانيكال كونتراكشن وريلاكسيشن، انقباض وانبساط. لكن بالنسبه لي الاكسايتابيلتي بتاعت النيرف هي تغيير في الكهرباء بتاعت النيرف، والكهرباء بتاعت النيرف وهو قاعد بدون اي اثاره خلاص بيسموها ريستنج من بريم بوتنشال، مع الاثاره بيدينا اكشن تنشن اللي بيسموها نيرف امبلس. طب تيجي نشوف انواع من بريم بوتنشال في النيرف فايبر او في النيرون عامه. انت عندك ثلاث انواع من الممبرين بوتنشلز. الوضع الاولاني اسمه الريستنج معاه، والريستنج ده اللي بيبقى سالب 70 وهنتكلم عليه دلوقتي، ده موجود بقى في الدندرايتس، موجود في السوما، موجود في الاكسون، موجود في الاكسون التيرمينال، في كل مكان. يبقى الريستنج ممبرين بوتنشل هو عباره عن البوتنشال ديفرنس ما بين انسايد واوتسايد النير فايبر دورينج ريست، وهنتكلم عليه دلوقتي، وده موجود في كل اجزاء النيرون. النوع وطبعا نورمال ده بيبقى ماينس 70 وهتكلم عليه كمان شويه. النوع الثاني يا شباب من الممبرين بوتنشال اسمه جريدد. جريدد يعني بيبقى فيه تدرج، يعني مثلا ده ريسبونس وده ريسبونس وده ريسبونس، كل ما ايه جريدد، لانه طبعا شدته بتعتمد على شده مين اللي المؤثر، وده بيبقى لوكالي تشينج في الريستنج بريم بوتنشال بتاعت النير فايبر. يعني لو في منطقه الريسبتور بيسموه ريسبتور ايه بوتنشال، لو موجود في الدندرايتس او في السوما او السيل بادي بتاعت انذر نيورون بيسموه بوست سينابتيك بوتنشالز. يبقى ريسبتور بوتنشال والبوست سينابتيك بوتنشالز دول عبارة عن graded potentials وموجودين في منطقة الريسبتور ريجون أو الدندرايتس أو السوما بتوع البوست سينابتيك نيرونز. النوع الثالث من الايه من الممبرين بوتنشال اسمه ايه؟ اسمه اكشن بوتنشال، وده عبارة عن الكتريك تشينجز بتحصل في الريستنج ممبرين بوتنشال نتيجة لإثارة الايه النيرف بي افكتيف مين ستيمولاس، ودي موجودة في الاكسون والاكسونال تيرمينال. موجودة فين؟ الاكسون والاكسونال مين تيرمينال، موجودة في الاكسون بس، يعني الاكشن بوتنشال بيبقى في الاكسون والاكسونال مين والاكسونال تيرمينال. ده بالنسبه للميمبرين بوتنشال. تعالوا نتكلم عن اول نوع من انواع الميمبرين بوتنشال بالنسبه لنا. بنقول يا شباب ان اول حاجه بالنسبه لي هتكلم عليها الريستنج ميمبرين بوتنشال. في الريستنج ميمبرين بوتنشال تعالوا نتكلم على تعريفه، هو فرق الجهد ما بين بره الخليه او بره النير فايبر وجوه النير فايبر، والنير فايبر هي المقصود بالاكسون، المقصود بمين؟ الاكسون اثناء الريست. يعني مش عرفناه ازاي، ده الاكسون اهو يا دكتور، ده الاكسون او النيرف فايبر بتاعك، خدته كبرته لقيت بره موجب وجوه سالب. لما لقيت بره موجب وجوه سالب وجيت بفولتومتر وحطيت منه الكترود بره والكترود دخلته جوه، لقيت الفولتج في فرق جهد ما بين النقطه اللي بره والنقطه اللي جوه 70 ملي فولت، مع بيبقى سالب. سالب ليه؟ لان الالكترود اللي جوه بيبقى نيجاتيف، او لان زي ما بيقولوا كده inside negative relative to outside. هل قيمته ثابته؟ يعني هو دايما الريستنج من بريم بوتنشال يا جماعه اولويز نيجاتيف. نيجاتيف ليه؟ لان انسايد السيل بيبقى في الغالب نيجاتيف لي تشارج ريليتيف للانترستيشال فلويد، يعني انترستيشال فلويد اللي هو الفلويد اللي بره الخليه. الفاليو بتاعته بتختلف من ايه؟ من خليه للتانيه، بتبقى ماينس 70 سالب 70 على مستوى النيرف، وناقص 90 على مستوى السكيليتال مسل،
وناقص 90 في الكاردياك ماسل، والسموث ماسل بتبقى ناقص كام؟ بتبقى ناقص 60. وفي بعض الخلايا زي الار بي سيز بتبقى حوالي سالب 10 او من 6 ل 10، سالب من سالب 6 لسالب 10 ملي فولت. فده بالنسبه للفاليو بتاعت الريستنج ميمبرين بوتنشال. طب تعالى نخش في النقطه الثانيه، الميجرمنت بنقيسه ازاي؟ انا لسه قايلها من شويه. في عندك سبيشال فولتومتر، فولتومتري معين، واثنين مايكرو الكترودز، واحد بيتحط بره ده بيسموه جراوند او اسمه ريفرنس، والتاني بيبقى انسيرتد جوه بيسموه ايه؟ ريكوردنج، بيبقى فيري فاين تيب، يعني التيب بتاعته بتبقى اقل من 1 مايكرون، بيتحط جوه مين؟ جوه النير فايب. ودام ده الريكوردنج وجوه نيجاتيف يبقى القيمه بتاعتك هتطلع بمين؟ بالنيجاتيف. ده الميجرمنت. طب هل نقدر نحسبه؟ نقدر نحسبه، هنقدر نحسبه من معادله. المعادله ديت زي المعادله بتاعت الايه؟ بتاعت حساب الايكوليبريم بوتنشال، حساب الايكوليبريم بوتنشال اللي بيسموها نيرست ايكويشنز. بس انت في النيرست ايكويشن او في الايكوليبريم بوتنشال انت كنت بتحسب ايكوليبريم بوتنشال لايون، لكن هنا بتحسب، لان الريستنج ميمبرين بوتنشال مش سببه ايون واحد بس، ده عده ايونات. ففي معادله اسمها جولدمان هوجكن كاتز ايكويشن. المعادله دي بتقول ان الاي ام الايكوليبريم بوتنشال للميمبرين معاه لاي للميمبرين اللي هو هنا وضع الريستنج يبقى سالب 60 في لوغاريتم. لوغاريتم مين بقى؟ لوغاريتم المعادلة دي اللي هو البرمابيليتي بتاعت الممبرين البوتاسيوم في تركيز البوتاسيوم بره، زائد البرمابيليتي بتاعت الممبرين للصوديوم في تركيز الصوديوم بره، زائد البرمابيليتي بتاعت الممبرين للكلورايد في تركيز الكلورايد بره معايا سوري جوه، يعني الصوديوم والبوتاسيوم اوت على ان، يعني يعني تركيزهم بره على تركيزهم مين جوه، الا الكلورايد مقلوب، مقلوب بيبقى بيم بيبقى ان على اوت. ليه مقلوب يا شباب؟ لان احنا قلنا ان التشارج دي، التشارج دي بتبقى موجب او سالب، فدام انا عملتها سالب ما هي تبقى سالب بالنسبه للصوديوم والبوتاسيوم تمام، لكن بالنسبه للكلورايد دام انا خليتها سالب يبقى ايه؟ هعكس النسبه، هقلب النسبه، بدل ما يبقى ان على اوت سوري بدل ما يبقى اوت على ان يبقى هنا على الاوت عشان دي تفضل ثابته على طول ما تبقاش فيها اي تغيير تمام. ده بالنسبه لي اللي هو الجولدمان هوجكن كاتز ايكويشن. المعادله دي بتقول لك حاجه ظريفه قوي اللي هي ايه؟ ان في تلات ايونات لهم دور كبير جدا في حدوث الريستنج ميمبرين بوتنشال، اللي هم الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. طبعا بالمعادله ديت لو جينا زي ما بيقولوا كده نحسب، عشان البرميابيليتي بتاعت الممبرين للبوتاسيوم قد الصوديوم 100 ضعف، فلو ان البوتاسيوم اتغير بره بنسبه صغيره يبقى الرقم ده هيكبر، لو زاد سنه الرقم ده هيكبر قوي خلاص، ولو قل سنه الرقم ده هيقل، لان ده البسط لكن مش المقام. يعني فزياده البسط، زياده البسط باي نسبه خلاص بتزود الرقم ده، فبتزود الرقم ده بتخلي قيمه الممبرين بوتنشال بتاعك او الريستنج بتبقى السلبية بتاعتها كتيرة، والسلبية بتاعتها كتيرة معناها بتعمل حاجة اسمها ايه؟ بتعمل معاه الرقم ده بيبقى زي ما بيقولوا كده بيبقى كبير، الرقم ده بيبقى كبير، يعني الرقم ده بيبقى كبير، فبيخلي لي ده بدل ما يبقى سالب، بدل ما يبقى سالب 60 بيبقى مثلا سالب ايه؟ يبقى سالب معايا 90 وهكذا. ناخد الكلام ده ان شاء الله معايا، وهناخد الكلام ده قدامي. فالبوتاسيوم لو زاد بره، البوتاسيوم لو زاد بره معايا، لو زاد بره الخليه مش بيبقى الرقم ده كبير، فالرقم ده بيبقى كبير بيبقى زي ما احنا قلنا ايه، بيبقى السلبيه بتاعته بتقل وهكذا، السلبيه بتاعته بتقل وهكذا تمام. بقول تاني باختصار معذرة على الانترابشن اللي فات ده، بقول ان ان البوتاسيوم لو زاد بره الخلية ده بيخلي الممبرين بوتنشال بتاعي، بيخلي الممبرين بوتنشال بتاعي بيبقى لس نيجاتيف، لس نيجاتيف يعني يعني بدل ما يبقى سالب بين 60 بيبقى سالب مثلا 50، يعني بيدخلني في حاجة بيسموها مين؟ بيسموها هايبو بولاريزيشن او دي بولاريزيشن. ولو ايه؟ لو البوتاسيوم قل بره بيخلي ده السلبية بتاعته ايه؟ كتير، فبيخليه بدل ما يبقى سالب، بدل ما بيبقى سالب مع 60 بيبقى سالب 90، بيدخلنا في هايبر بولاريزيشن. خلي الحتة دي بعد اذنكم هنتكلم عليها قدام
ان شاء الله باذن الله لما نيجي نتكلم عن الفاكتورز افكتنج الاكسايتابيلتي والكونتاكتيفيتي بتاعه النيرف فايبر، وهنعرف ان البوتاسيوم اساسا بيأثر على الريستنج بري بوتنشال، عكس الصوديوم بيأثر على الاكشن مين اكشن بوتنشال. تعالوا نكمل كلامنا ونتكلم. احنا قلنا ثلاث حاجات من غير دلوقتي بالنسبه لي، او اربع حاجات بالنسبه لي الريستنج من بري بوتنشال. اول حاجه يا شباب اتكلمنا على تعريف الريستنج من بري بوتنشال، الحاجه الثانيه اتكلمنا على النورمال فاليو، الحاجه الثالثه اتكلمنا على الميجرمنت، الحاجه الرابعه اتكلمنا على الكالكوليشن بتاعته من خلال معادله جولدمان هوجكن كاتز ايكويشن. النقطه الاخيره بالنسبه لنا اللي هي اسباب الريستنج من بري بوتنشال. الريستنج من بري بوتنشال له ثلاث اسباب اساسيين، الديستريبيوشن بتاعه الايون والسلكت بيرميبيليتي والصوديوم بوتاسيوم مين بام. الديستريبيوشن بتاعه الايون والسلكت بيرميبيليتي خلاص مسؤولين عن حاجه اسمها تشارج سيبريشن، هما اللي بيفصلوا الشحنات. عشان كده دايما بيقولوا ان الريستنج بري بوتنشال سببه حاجتين، تشارج سيبريشن وصوديوم بوتاسيوم مين بامبيوم. تعالى نتكلم على بنقول تشارج سيبريشن، والتشارج سيبريشن ده ان انا افصل الشحنات بيبقى له سببين. السبب الاولاني اللي هو الان ايكوال ديستريبيوشن، يعني عدم، يعني مثلا تلاقي الصوديوم جوه مثلا 15 وجوه 150 والبوتاسيوم جوه 150 وبره 5 وهكذا ان ايكوال. فالان ايكوال ديستريبيوشن ده بيخلي البوتاسيوم ديفيوز فروم ان تو اوت والصوديوم ديفيوز فروم اوت تو مين تو ان، اللي بيسموها سيلكت بيرميبيليتي. يبقى الان ايكوال ديستريبيوشن والديفيوجن بتاعت الايونات بسيلكت بيرميبيليتي دول بيعملوا تشارج سيبريشن، بالاضافه الى نشاط الصوديوم بوتاسيوم بامب زي ما هنقول دلوقتي. تعالوا نبدا مع بعض. اول حاجه اسمها ديستريبيوشن او الان ايكوال ديستريبيوشن للانس. طبعا ده الاكسترا سيلولار فلويد وده الانترا سيلولار فلويد، والتركيز الصوديوم بره والكلورايد والبوتاسيوم والبروتين وجوه. فالديستريبيوشن بتاعه الايونات بره وجوه تبقى النسب تقريبا، على فكره الارقام دي مش ثابته، يعني انا عشان اخليك تحفظ ان النسبه بتاعه الصوديوم ما بين بره الخليه وجوه الخليه هي 10 لواحد، فانا مديك رقم، لكن هي ما بين 10 الى 15 لواحد. ونفس الكلام بالنسبه للبوتاسيوم، هي 1 الى من 30 ل 45 او 30 ل 40، متوسطه 35. نفس الكلام بالنسبه للكلورايد بيبقى 25 لواحد. من خلال النسب دي تعرف ان الصوديوم كتير بره والكلورايد كتير بره، لكن البوتاسيوم كتير مين كتير جوه. طب النسبه دي الهدف مين هيقيم ان انا اعرفها؟ ان النسبه دي هتخلي حاجه زي الصوديوم ادام هو نسبته بره كتير فهي ديفيوز فروم اوت تو ان، ونفس الكلام بالنسبه للبوتاسيوم ادام تركيزه جوه كتير هي ديفيوز فروم ان تو اوت، ونفس الكلام بالنسبه للكلورايد ادام تركيزه بره كتير هي ديفيوز فروم اوت تو اي تو ان. اوكي طيب، يبقى الخطوه الثانيه عمليه الديفيوجن. اللي هيحدد في ديفيوجن او مفيش ديفيوجن يا جماعه هو صحيح اتحدد من الاول باللي بالان ايكوال ديستريبيوشن، الايونات مش متوزعه ايكوال على التو سايدز بتاعت الممبرين او في الانترا سيلولار والاكسترا سيلولار فلويد. لحدد الايونات هتديفيوز او نون ديفيوز حاجه اسمها سيلكتيف بيرميبيليتي، النفاذيه الاختياريه. يعني بيقول لك ان الخليه بتاعتك والسير ممبرين بتاعك بيحتوي على ايون شانلز، دي بتسمح بمرور سبيسيفيك ايونز تو باس وبيمنع الاخرين. ده حسب ايه؟ حسب السايز بتاعه وحسب التشارج بتاعته وحسب حاجه اسمها الستيت اوف هايدريشن. عندك كام نوع من انواع الشانل يا شباب؟ ثلاث انواع، الليك ايون شانل او الباسيف، وفولتج جيتد وليجند جيتد ايون شانلز، دي بتسمح بالديفيوجن بتاعت الايونات. الديفيوجن بتاعت الايونز من خلال اللي هو الليك ايون شانلز ماشي، هو ده المين كوز بتاعت الريستنج من بروموتيشن. وخدنا الكلام ده، خدنا ان دي اسمها ليك ايون شانلز واسمها فولتج جيتد واسمها ليجند جيتد، وقلنا ان الريستنج شانلز او اللي هو الليك شانلز او الباسيف شانلز اللي بتبقى اولويز اوبن هي المين كوز للريستنج من بروموتيشن، المين كوز للريستنج مين من بروموتيشن. تمام، تعالى نتكلم بقى على الديفيوجن بتاعت الايونات والتشارج سيبريشن. اول ايون هيتحرك مع، احنا عندنا اربع ايونات، بروتين وصوديوم وبوتاسيوم وكلورايد. تمام، مين اللي هيتحرك ومش هيتحرك؟ ده سيلكت بيرميبيليتي. ما تنساش ان الممبرين بتاعك بيبقى اوفر ابسولوت بارير للبروتين. يعني كلمه ابسولوت بارير للبروتين يعني ما فيش اي ديفيوجن للبروتين خالص لان هو امبيرميبل. في الريستنج نيرون الديفيوجن بتاعه البوتاسيوم اللي هو يعتبر المين كوز بتاعه الريستنج بريموتنشال، ما تنساش المعلومه دي، ان البوتاسيوم ديفيوز فروم ان تو اوت بحسب الكونسنتريشن جريدينت، فرق التركيز اهو من 30 الى 40 ضعف. الهايبر ميبيليتي بتاعه الممبرين للبوتاسيوم بتبقى حوالي 100 ضعف، يبقى مور بيرميبل البوتاسيوم اكتر من مين؟ من الصوديوم. فاللي بيحصل ايه؟ ان البوتاسيوم بيديفيوز فروم ان تو اوت
لغايه ما يبقى في بوست في تشارج اوت بتريبيل بتتنافر مع اوت فلو المور ايه المور بوتاسيوم. بص الكلام ده عندك ده تشانلز اللي هي الليك ايون تشانلز، تمام؟ عندك ده البروتين، البروتين ما تقدرش تعدي، تو لارج تو باس من خلال الايون تشانلز، ما تقدرش تعدي. ده الانترا سيلولار فلويد وده الاكسترا سيلولار فلويد. عندك البوتاسيوم اللي هو التشارج بتاعته دي اللي انت شايفها ديت باللون الايه اللي قدامك ده، ده كتير جوه فبيحاول ديفيوز ده، فده طريقه ديفيوجن بتاعه. لكن بيحصل له ديفيوجن خلاص بالكونسنتريشن جريدينت و بي اللي هو بي كمان بالهايبر موبيليتي، لغايه ما يوصل ان في الكتريك فورس او بوزيتيف تشارج بره تمنع الريبالشن، بيسموه الكتريك فورس هي تمنع اي ديفيوجن لاي مور مين اي مور بوتاسيوم. طب تعالى للصوديوم بقى، الصوديوم ما بيجي يخش الصوديوم تركيزه بره كتير وجوه قليل، فبيخش بالالكتريكال جريدينت و بالالكتريكال جريدينت وبالكونسنتريشن جريدينت الاثنين، يعني بيخش بالالكتر تركيزه بره كتير وتركيزه جوه قليل، وهو بوزيتيف وجوه نيجاتيف، فبيخش ب اللي بيسموه ايه، بيخش بفرق التركيز وفرق الكهرباء. فرق التركيز وفرق ايه تاني يا شباب؟ الكهرباء. ادم يخش فرق التركيز وفرق الكهرباء، طب مين اللي بيخليه ما بيحصلوش ديفيوجن بصوره قويه؟ ان البرميبيليتي بتاعت الايه بتاعت الميمبرين للصوديوم اقل من مين؟ بوتاسيوم، او 1/100 من بوتاسيوم. طب بالنسبه للكلورايد نفس الكلام، الكلورايد بيحصل له ديفيوجن تمام فروم ان تو اوت، بس هو مشكله ان في نيجاتيف تشارج جوه فبتريبيل، يعني بتريبيل يعني بتتنافر معاه. لو جينا اتكلمنا عن الديفيوجن بتاعت الايه الكلورايد زي ما قلنا من شويه، ان الصوديوم بيديفيوز من اوتسايد تو انسايد بالكونسنتريشن جريدينت والالكتريكال جريدينت، بس الصوديوم ايونز بتباس من خلال حاجه اسمها الباسيف تشانلز ويز ديفيكولتي، الكلورايد ايونز بتديفيوز فروم اوتسايد تو انسايد حسب الكونسنتريشن جريدينت اللي هو 25 مره، بس طبعا الديفيوجن ده بيتمنع بالريبالشن فورس بتاعه النيجاتيف تشارج اللي هي الشحنات السالبه الموجوده اهو. الصوره دي هتبين لك التشارج سيبريشن وازاي فصلت الشحنات. انا قلت من شويه ان المين كوز بالنسبه للريستنج بري بوتنشال يا جماعه هو مين؟ هو البوتاسيوم ديفيوجن. البوتاسيوم عشان تركيزه جوه الخليه كتير والبروتين معاه فبيخرج بره، مين اللي بيحاول يمشي وراه؟ البروتين، تمام؟ البروتين بالنيجاتيف تشارج بتاعته بيبقى هيلد على الانر سيرفيس، والصوديوم او البوتاسيوم اسف بالبوزيتيف تشارج بتاعته بيبقى هيلد على ايه؟ على الاوتر سيرفيس، ممسوك على الاوتر سيرفيس بتاعت الميمبرين. السبب رقم 3 اسمه ريستنج اسمه صوديوم بوتاسيوم بامب. البامب ديت عباره عن الكتروجينيك بامب. ما معنى كلمه الكتروجينيك؟ الكتروجينيك يعني شغلها بيعمل فرق في الكهرباء ما بين جوه الخليه وبره الخليه. ازاي؟ هو بيبامب 3 صوديوم بره وبيبامب 2 بوتاسيوم جوه، يعني طلع 3 صوديوم ودخل 2 مين؟ بوتاسيوم، يعني طلع موجب اكتر ما دخل موجب، يعني خلي فيه موجب تشارج بره اكتر. فالصوديوم بوتاسيوم بامب او بي تي بيز ده الكتروجينيك بامب، بتبامب 3 صوديوم اوت و2 بوتاسيوم مين ان. دورها الاساس ان تو مينتين هاي كونسنتريشن للصوديوم اوتسايد وهاي كونسنتريشن للبوتاسيوم مين انسايد. طبعا ده على الرغم من ان الصوديوم عمال يخش بفرق التركيز والكهرباء والبوتاسيوم عمال يخرج بفرق التركيز، تمام؟ عشان كده لو في اي كونديشن بيقلل الميتابوليك اكتيفيتي بتاعه الخليه يبقى قلل الاي تي بي فورميشن، هيقلل نشاط البامب. ليه؟ لان البامب دي اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب او اي تي بيز تاج انرجي، وعشان كده الصوديوم بيأكوميت، الصوديوم اللي بيخش بيتراكم جوه الخليه ويعادل البروتينات اللي موجوده جوه الخليه، وعشان كده بينيوترلايز النيجاتيف تشارج بتاعه البروتين وبيخلي البوتاسيوم اللي ماسك على الاوتر سيرفيس بتاعه مين بتاعه الميمبرين سكيب اواي، وعشان كده انا بفقد الريستنج مين ميمبرين بوتنشال بشكل تدريجي او بشكل معين. ولو فقدت الريستنج ميمبرين بوتنشال معناها فقدت الاكسايتابيلتي بتاعته. ده بالنسبه للصوديوم بوتاسيوم بامب. تعالوا نعمل ملخص للكلام ده ونقول ان الريستنج ميمبرين بوتنشال يا جماعه له سببين اتنين اساسيين. اول حاجه هو الديفيوجن بتاعه الصوديوم والبوتاسيوم من خلال الباسيف شانلز اللي كنا سميناها تشارج سيبريشن، وده عمليه باسيف لان الصوديوم دخوله او حتى البوتاسيوم خروجه بيبقى من خلال ليكويد شانلز، ده اكوردنج كونسنتريشن جريدينت والالكتروكيميكال جريدينت، عمليه باسيف يعني. انا عندي الريستنج ميمبرين بوتنشال بالنسبه للنيرف بيبقى سالب 70، هنقول 90% من السالب 70 يعني بتكلم على 65 ملي فولت، 65 ملي فولت من ال 70 ملي فولت يعني بيبقوا عمليه باسيف. لكن انا عندي الصوديوم بوتاسيوم بامب الكتروجينيك بتطلع 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم، يبقى كده زودت الموجه بره
الزيادة بتاعت الموجة بره دي سببها انتشار الايونات ولا نقل الصوديوم بطريقة نشطة؟ نقل الصوديوم بطريقة نشطة، وعشان كده الصوديوم بوتاسيوم بار مسؤول عن 5 مللي فولت. يبقى 65 مللي فولت بيتعملوا ب الايه، 65 مللي فولت بيتعملوا بمين؟ بيتعملوا ب باسيف بروسيس، تمام، و 5 مللي فولت بيتعملوا ايه؟ اكتف بروسيس، وي، وكان ده كله بالالكتروجينيك مين بامب، بالالكتروجينيك بامب اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب. ده بالنسبه للريستنج ميمبرين موديل. ابنائي الاعزاء، ده ملخص للمحاضره بتاعتنا النهارده. بنقول ان انا عندي النيوروجلايال سيلز بتسبورت بروتكت النيورونز، النيورونز عندها 100 بليون. النير فايبرز ثلاث انواع، الاي والبي والسي. النير فايبرز لها خاصيتين، اكزايتابيلتي وكونداكتيفيتي. الممبرين بوتنشالز موجوده في النير فايبر، ريستنج ممبرين بوتنشال وجريدد بوتنشال اكشن بوتنشال. قيمه الريستنج ممبرين بوتنشال في النير فايبر سالب 70، واسبابه ديستريبيوشن بتاعت الايون سيلكت بيرميبيليتي والصوديوم بوتاسيوم بامب. بالنسبه للاسئله ديت اعتقد احنا حليناها مع بعض في المحاضره. بشكركم كتير جدا جدا، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.